السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم جميعا يا شباب، وأهلا بكل أصدقائنا ومتابعينا. شكرا لكم جميعا على المتابعة والدعم، وشكرا لكم على كل الناس اللي بتقول لنا كلام طيب وبتدعمنا، ويا رب يكون في دايما استفادة من الفيديوهات بتاعتنا. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا، وهو عن التعشيق الغنفاري. مهمة جدا لكل نجار أو كل واحد في مهنة النجارة لازم يكون عارفها. الغنفاري قديما كان بيستخدم في كل تعشيق الخشب او معظم تعشيق الخشب اللي بتعرض لاجهاد، يعني درج داخل طالع لازم يتعمل غنفاري، لو طاوله او ترابيزه بتتعمل غنفاري، وده احد انواع النقر واللسان، ولكن يعتبر من اصعبهم ومن اقواهم. الغنفاري بيكون بالمنظر ده كده زي احنا شايفين المثلث ده كده، بحيث لو جيت انا اشد دول عن بعض استحالة يسيبوا بعض، ولو حطيت غيرها بيكون طبعا اكثر متانة. بيستخدم في الادراج بتاعت جميع انواع الادراج، بيستخدم في الصناديق، وخصوصا الصناديق الكبيرة اللي بتشيل اوزان واحمال، فبالتالي لازم تتعامل بالطريقة دي عشان يعيش معاك الصندوق. تمام؟ للأسف حاليا دلوقتي ما عادش كتير بيستخدم الطريقة ديت، لأن هي بتاخد وقت وبتاخد حسابات دقيقة عشان يطلع الشغل بتاعك بالمنظر ده. تمام؟ لو عايزين نشوف الطريقة هنتابع الفيديو للنهاية. القطعة دي هي المسطرة اللي أنا عملتها، وأنا عملتها مختلفة شوية عن الطريقة المتبعة. الخشبة دي لما تشوف الفيديو ممكن بدل ما نحطها هنا نحطها العكس هنا كده، ولكن يعني أنا حبيت الطريقة دي، لما تشوف الفيديو إن شاء الله أتمنى تعجبكم. تاني حاجة عايز انبه عليها، انت هتستخدم من خلال الفيديو هتستخدم السحقة. السحقة لازم تكون السنون بتاعتها ناعمة جدا وصغيرة، عشان لما تيجي تقطع يكون القطع بتاعك رفيع والقياسات بتاعتك دقيقة. طب لو السحقة بتاعتك متفلجة او ما وصلتش، ما قدرتش توصل لنوع كويس، هتجيب الشاكوش وتبدأ تدق على التفليجة ديت كده، هتحط كده وبالشاكوش تبدأ تدق عليها بحيث تنيم كل السنون، تكون كلها في نفس المحاذاة ونفس المستوى. تمام؟ هنشوف الفيديو مع بعض، واتمنى يا رب يعجبكم. في البداية قبل ما نعلم على الخشب هنحتاج المسطرة اللي هنعمل بيها المثلثات بتاعة الغنفاري. هنجيب قطعة خشب MDF 3 ملي، وهنجيب قطعة خشب سويدي بالشكل ده، وهنثبتهم مع بعض بالشكل ده. خط، وعند النهاية الناحية التانية واعمل خط كده عشان اعرف السمك بتاع المسطرة، وابدأ من بعد منه اعمل المثلث بالمنظر ده كده يا شباب اهوت. هبدأ بعد كده اجي هنا واقيس مثلا القاعدة بتاعت المثلث بتاعي وليكن 3 سنتي، هاخد نقطة هنا ونقطة هنا، وابدأ اجيب البرجل وافتح فتحة يعني بالنظر كده، عايز مثلث رفيع طويل يعني على حسب ما تتراءى معاك او على حسب طبيعة شغلك واللي انت عايزه. اعمل قوس واجي الناحية التانية بنفس الفتحة، اركز في النقطة دي واعمل قوس. طبعا الطريقة دي خدناها واحنا صغيرين، طريقة عمل مثلث متساوي الاضلاع. هبدأ بعد كده اوصل نقطة تقاطع الاقواس بالنقطة بتاعت قاعدة المثلث يمين وشمال. هبدأ أحط قطعة خشب بالمنظر ده وأحط المسطرة بتاعتي عليها وأظبط الديسك بحيث يقطع نفس الزاوية اللي أنا محددها. خلينا نشوف مع بعض. ده المثلث اللي أنا هشتغل بيه اللي هعلم بيه. هجيب نقطة المنتصف بكل دقة هنا كده وأبدأ أعمل عليها كحت علشان اشتغل بيها بالمنظر ده. بعد كده هجيب قطعتين الخشب اللي هشتغل عليهم وابدأ، طبعا هو هيبقى بالمنظر ده كده، هيبقى بالشكل ده. تمام؟ فهحطهم كده قصاد بعض وابدأ احط دي هنا كده، واخد السمك بتاعها وعلم هنا وعلم هنا، وابدأ بالمسطرة اخد خط. ممكن تاخد خط لو معاك قطر، وفي المفروض بيبقى فيه سكين مخصوص للموضوع ده، ولكن احنا معناش الادوات دي، فهنجيب قلم سنه رفيع جدا ونعلم. خدنا الخط ده اللي هو سمك الخشب اللي هركبه كده. تمام؟ ابدا بعد كده بالمسطره هاخد 5 سنتي من فوق و5 سنتي من تحت واحط نقطه
هنخليها 4 سنتي، 4 سنتي، خليها 3 سنتي آخر كلام، 3 سنتي هنا، والناحية التانية 3 سنتي. طبعا القياس على حسب عرض الخشب عندك، يعني انت ممكن تعمل كبير صغير، ممكن تعمل اكتر من 3، ولكن انا هعمل نموذج مبسط جدا بحيث يبين طريقة التنفيذ. بعد ما خدت العلام بتاعي هنا وهنا يمين وشمال، هحط المسطرة بتاعتي من عند الكحت اللي انا عملته عند النقطة بالظبط، هي دي كده مظبوط، وابدأ اظبطها تماما على الخط بتاعي اهوت، وابدأ اخطط واجي على النقطة التانية اظبطها تماما على النقطة وعلى الخط تمام، وابدأ اعمل الخط بتاعي. اصبح ده كده هو الجزء اللي انا هطيره من الخشب، وبعدين اجي على السمك بتاع الخشب باستخدام الزاوية وابدأ اعمل الخط، اكمل الخط على سمك الخشب. الجزء ده يا شباب اللي انا هشيله من هنا ومن هنا تمام، الجزء ده اما ان انت تستخدم لو عندك منشار شريط رفيع ممكن تستخدمه في القص، او لو عندك سحقة تكون نوعيتها كويسة ويكون السنون بتاعتها رفيعة وصغيرة هتستخدمها كذلك، او ممكن الاسرع لو هتستخدم منشار الاركيد، بس لازم استخدم السلاح ده اللي هو التفليجة بتاعته لجوه، يعني تحط صوابعك كده تلاقي السنون في محاذاة السلاح تمام، اللي هو ده كده، ده ممكن استخدمه في القص. ما ينفعش استخدم السلاح ده لان ده التفليجة بتاعته لبره، فده هيشرشر الشغل بتاعك ويبوظه، يبقى لازم استخدم النوعية دي. هيحتاج طبعا بعض التظبيطات باستخدام الازميل بالمنظر ده كده اهو، بحيث تشيل اي زيادة تظبطها باستخدام الازميل، ونحط الجزئين على بعض بالمنظر ده كده ونظبطهم تماما عشان ناخد العلام اللي جوه تمام. العلام اللي جوه ممكن تاخده بالقطر او بيكون معاك قلم رفيع جدا، سن رفيع جدا عشان يطلع العلام بتاعك مظبوط. بعد كده اعلم على الجزء اللي انا هشيله عشان منساش تمام، طبعا لان ممكن اغلط واشيل نفس الاشكال اللي انا شلتها في الاول، فانا هشيل العكس، يعني ده هيعشق هنا كده، ده اللي هيطلع فوق وده اللي هاكله وانزل بيه لتحت. طبعا انت هتنزل نفس سمك الخشب، فهتعلم هتاخد السمك وتعلم وهتنزل بالخشب، هتاكل بالخشب نفس السمك كده تمام. نو زي ما قلنا هنعلم عليه اهوت علشان ما ننساش. شايفين الاجزاء ديت، انا ممكن باستخدام الاركت اقص ده كله، الجزء ده كله، والجزء المايل ده بس هو اللي انا يعني الاركت هيقص طبعا عمودي كده، فيفضل عندي الجزء المايل ده وده، هو ده اللي ممكن اشيله بالازميل والباقي اشيله بالاركت بحيث اسرع عملية التقطيع شوية. بعد ما شلنا الجزء ده باستخدام الاركت هبدأ باستخدام الازميل اشيل بقية الاجزاء، بس خلي بالي ان القطع بتاعي مايل، فانا بشتغل بالازميل اكون واخد بالي عشان ما اخشش على الجزء التاني. هتبدأ بعد كده تحاول تركب وتقيس، هتلاقي فيه زيادات أبدأ أعلم عليها بالقلم وأبدأ بالأزميل أشيلها واحدة واحدة. هنبدأ بقى بسم الله كده واحدة نعشقها ونبدأ نغبط عليها. دي النتيجة كده يا شباب، طبعا بنمسحها بعد كده بالفارة من الناحيتين بحيث تبقى متساوية مع بعضها، ودي النتيجة.
أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويكون فيه استفادة. يا ريت لو كان فيه استفادة ما تنسانيش تدعي لي بالتوفيق والجزاء الله خير. متشكر لكم جميعا يا شباب، وربنا يوفق الجميع، ومع السلامة.